دعني أخبرك بشيء أنت تعرفه أو ربما ستعرفه فيما بعد. العالم ليس كله شمس وقوس قزح، إنه مكان قاس وشرير، وأنا لا أهتم بمدى قوتك، فهو سيضربك حتى تجثو على ركبتيك وسيبقيك هناك إلى الأبد إذا سمحت له بذلك. عندما تكون في مأزق وكل شيء يعاكسك حتى يبدو أنك لا تستطيع الصمود لدقيقة أطول، لا تستسلم أبداً، فذلك هو بالضبط المكان والزمان الذي ستبدأ فيه الأمور بالانفراج. هناك أوقات تشعر فيها بأن طاقتك قد نفدت، بحيث أنك تريد الاستسلام، بأن الأمر يبدو مستحيلاً تماماً. وأستطيع أن أقول لك من تجربتي الشخصية ألا تستسلم في تلك اللحظة، لأن هذا هو الوقت الذي يجب عليك فيه التقدم للأمام. عندما ترمي الحياة التراب في وجهك فلا تستسلم في تلك اللحظة، لأن هذا هو الوقت الذي يتراجع فيه معظم الناس. في مرحلة ما كل شيء سينقلب ضدك، كل شيء سيذهب جانباً، وستقول هذه هي النهاية، هكذا سوف أنتهي. الآن يمكنك إما أن تقبل ذلك أو تبدأ العمل، هذا كل ما في الأمر، أنت فقط ابدأ، تقوم بالحسابات، تحل مشكلة واحدة ثم تحل التالية. أياً كانت الدراما التي تتعامل معها، هذه ليست نهاية قصتك مهما كان الأمر، والطريقة الوحيدة للخروج هي الحقيقة. طالما أنك على قيد الحياة أنت لا تزال هنا، ليس من الأوان الفوات أبداً، ليس الوقت مظلماً جداً، ونحن دائماً نستطيع تغيير الأمور. إذا كنت تعرف قيمتك فاذهب واحصل على ما تستحقه، لكن يجب أن تكون مستعداً لتحمل الضربات، وألا تشير بأصابع الاتهام قائلاً إنك لست حيث تريد أن تكون بسببه أو بها أو أي شخص آخر، لأن الجبناء يفعلون ذلك وأنت لست منهم. أنت أفضل من ذلك، عليك أن تصبح شجاعاً لتقف داخل نفسك لمواجهة الأمر والتقدم للأمام. تحتاج إلى سماع هذا بوضوح، تحتاج إلى أن تشرب هذا في روحك، لأنني لا أعرف ما تمر به، لكن بعضكم الآن في موسم صعب، ربما حدث شيء ما وربما فشلت، لكن أريد أن أذكرك أن الفشل ليس نهائياً، إنه تكويني، إنه جزء من العملية، جزء من الرحلة. فشلك مهم بقدر نجاحك، لن تنمو أبداً إذا لم تفشل. بعضكم فشل وقرر أنه فاشل، لا، الفشل هو حدث ليس شخصاً، فقط لأنك فشلت لا يعني أنك فاشل. في الواقع الفشل هو وقود لمستقبلك، عليك أن تفشل من أجل النجاح. كلما كان الليل أكثر ظلمة كان الصباح أكثر إشراقاً. ستتجاوز هذا الأمر، سترى، القتال لم ينتهي إذا تم إسقاطك، إنه ينتهي فقط إذا استسلمت. أنت تتخذ القرار للنهوض مرة أخرى، أقول لك ستفوز بالمعركة، ستعمل من خلال هذا، ستنهض، سترتدي ملابسك، ستخرج وستفعل ما دعيت للقيام به، ستكون ما دعيت لتكون، لن تثبت للجميع أنهم حاولوا كسرك. كل من حاول الغش في حلمك، ستثبت للعالم أجمع أنك يمكن أن تعمل من خلال عقلك. أضمن لك أنه على الجانب الآخر هناك مكافأة. الألم ليس دائماً، إنه مؤقت.